يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أخي الصائم أختي الصائمة، إن شهر رمضان ضيف كريم وموسم للغنائم والأرباح، فاغتنموا أيامه ولياليه وجددوا فيه العهد مع الله عز وجل وتعرضوا فيه للرحمة، فإنه من نفحات الله.